المرأة جات ولدات، حنا كنسكنوا في أناسي، صيفطونا للسبيطار ديال كوكا. السبيطار ديال كوكا قال لك ما كنولدوش أول مرة هنا، سيروا للبرنوسي المنصور. مشينا للبرنوسي، قال لي الطباء كلهم كونجي، المرأة الما ديالها خرج والبيبي بدا كيهود. مشينا للبرنوسي، قال لك الطباء كونجي، سيروا لميريزكو. جينا لميريزكو هنايا المستشفى الجامعي عبد الرحيم الهاروشي، دخلنا المرأة باش تولد مع 9 ونص ديال لي، صافي بدات كتولد. القابلات والماجورات وداكشي اللي كيقلبها، المرأة عندي معاقة، عندها إعاقة حركية في يدها ورجليها، اللي كيقلبها كيقول لها سيري باقي، انت باقي عليك الحاليه كتولد. موجعه والما ديال الوالده ديالها خرج وكل شيء، والبيبي بدا كيخرج وكيجريو عليها، وانت هكا دايره، شدك شي ولاده، شدك شي جواجه، شدك شي هادي. المهم بلا ما نهضروا على ديك المعامله الخايبه والاهمال ولا ما في طواليطات، لا معامله، لا فرمليات يبدلوا ليها، لا حاشاكم كل شيء ديالها كديروا في حوايجها كتبقى فيه حتى الخمسه العشيه، نجيو حنا نبدلوا ليها ونغسلوا ليها والمعيور وحشيها الله ضرا وكل شيء. خرجنا نهار الحد، قالوا لي من هنا 4 أيام 5 أيام أجي باش تخرج الورقة ديال البيت صورتي. جيت اليوم نخرج البيت صورتي، مشيت الريسيبسيون ديال الولادة، جايب الوريقات ديالي كاملين مضبوطين، الله يجازيكم بخير، فين كيخرجوا البيت صورتي. واحد الورقة عطاوها لنا في سبيطار المنصور، هي باش صيفطونا بها لهنا. فاش كتكون المرأة في السرير كياخدوها من عندها كتبقى عندهم هنايا. منين جينا من هنا قال لي خصك ديك الورقه خصك تمشي تجيبها من المنصور، هي اصلا عندهم. خرجت انا كنت غادي، عيط الام ديال المراه كانت جالسه هنا برا السبيطار، قلت لها واش عطاوكم الورقه في سبيطار المنصور؟ قالوا لي راه عطاوها لنا، راه هي هذيك اللي خداتها الماجوره. رجعت عندهم، راه خدات من عندكم الماجوره ديك الورقه، راه كتبقى هنايا. اللي كنهضر معاها تما في الريسيبسيون، لا ماشي مش غادي نقول لك ما شاء الله، اجي شوفي هذا شنو بغى، انشوف سيدي ما عرفتش، اجي شوف هذا. بقيت هنا شي 3 سوايع باش يعطوني البيت صورتي. في الاخر غوت معاهم، الله يجازيكم بخير، واش نقضيو غراضنا نمشي بحالي. قال لكم ما عجبكش حاسر الاداره. خرج من ديك البلاصه ديال الولاده، هزيت عيني لقيت لافيته مكتوب فيها الاداره، غادي بورقاتي باش نستفسر في الاداره زعما، حيت مكتوب غير اداره مكتوب شي حاجه اخرى. ملي جيت داخل جا السيكوريتي كيجري، شريف شريف فين غادي داخل هضر معايا انا. قلت لي لا با نهضر مع الاداره، المدير شي واحد مسؤول تاع سيكوريتي. شنق عليا وجا جارني، الجرى اللي جارني بقيت كنتنطر معاه، حيد يدك باقي نهضر مع الاداره نقاد المسائل ديالي. قال لي انا هو الاداره، انا هو كل شيء هنا، هضر معايا، طلق مني ما طلق مني، واش غتخرج ولا بالمعيور في الوالدين والدين وداك الشيء. الكروشيات ضربني بجوج دماغات، فرق عليا عيني، راه عاد غسلت مسحت الدم وداك الشيء. ملي شاف الدم هو واحد صاحبو كيضربني في الركبه، شفتوني كنعرج بها باغي يجمعني بشمال، هو شانق عليا كيضربني بالكروشيات، هادو بجوج سيكوريتي. ملي شافوا الدمايات وداكشي جاو سيكوريتي اخرين، جاو دوك الناس اللي كانوا تما في ديك الاداره، شي ماجورات واحد الطبيب ولا جا الشاب بيرسونيل ديال السيكوريتي، بقاو كيفكونا. دوك الجوج اللي ضربوني تعداو عليا مشاو غبروهم، مابقاوش كيبانوا. والاخرين بقينا جالسين، ملي اتصلت بالتنسيقيه ديال المعاقين جاو بداو كيطلبوا، جات اكثر من 30 واحد كطلب عليه، الله يرحم الوالدين، رزقو رزق وليداته رزق هادي. وفي الاخر ما لقينا ما نديرو، حشمنا من الناس وسمحنا له. انسان عنده لاكارت ناسيونال، مواطن مغربي، يدخل اداره عموميه، ما يتضرب ما يتعاير، تقدر المسائل ديالو، وخشي مراقبه اللي تراقب، لانني ما يمكنش انا نراقب المصالح ديالي، انا خصني ندخل الاداره نقضي غراضي ونخرج بحالاتي. كاين الحقره، التعدد، الضرب، راه ما لقيتوني غسلت قبل ما نصور معكم، راه كنت كلي دمايات، حوايجي تقطعوا عاد بدلت. يعني المواطن اللي يجي للاداره خصو واحد يكون كيراقب هاد الناس. انا ما يمكنش فام دو ميناج تعاير ليا مرتي جايه تولد، تقول لها جايه ديري هنا تي هكا دايره، تعايرها باعاقتها. السيكوريتي يضربني، ما خصش مراقبه.